الشراب الابيض هيدرو اكسيد المغنيسيوم مع الالومنيوم. لاحظوا وقت تطورت الامور بلشت تدخل مضادات البولينرجي، فهموا انه في مستقبلات بولينرجيه، لذلك اذا سقطناها ممكن تفيد. الجراحه كانت تعتمد على قطع العصب المبرم، يعني بنوقف خط الاسيتيلكولين، اما خط الجاسترين وخط الاتش 2 ما وقفنا. لاحظوا امتى؟ وقت طلعت مثبطات مضخه الادمان، مثبطات الاتش 2 انتي اتش 2 ريسبتر، طلعت في اواخر سنه السبعينات والثمانينات، وصارت جزء رئيسي من المعالجة. جزء رئيسي من المعالجة. هيك لطلعت البي بي اي مثبطات مضخة البروتون اللي هي اصبحت العشر حجر الزاوية الرئيسي. بالبداية تشوفوا بسنة 2000 صفحة تقريبا صفر، ما في حية. ما بدها حية. مين؟ الجراحة صفت، كانوا الجراحين هلا جراحين جدد ما بيعرفوا يعالجوا الداء القرحي. الإدمة بيعرفوا يعملوا عمليات القرحة إذا لازم عملية أكثر بكثير من الجدد، لأنه الجدد ما لهم متمرنين، لأنه ما عاد في استطباب لعلاج الجراحي للقرحة. طيب علاج الخمج بالاتش بي الحقيقة المعالجة يهمنا الإيراديكيشن، يعني اجتساسها إزالتها ما تكون موجودة. أيضا بنعالجها مو بس بالقرحة، المرضى المخمجين اللي عنده مالتي فورم ما هي سرى، اللي عنده فقر دم غير معلل، بعوز الحديد او عوز ال 12 ايضا استطباب للعلاج، والاي تي بي هي استطباب للعلاج. شو المعالجه؟ بدنا انتي بيوتي زائد بي بي اي. بي بي اي بحد ذاته يثبط الجسم، زائد انه الوسط مش يتحول لوسط فلوي بصير الصلبات تاثيرها اكبر على الهيليكوبكتير. اذا البي بي اي مو فقط لانه عم تسقط لي الحموضه، وانما ايضا لتاثيرها المباشر على الهيليكوبكتير ورفع على البي اش عم تزيد فعاليه السلطات. معظم السلطات او البروتوكولات العلاجيه تشتمل على كلاريترومايسين والاموكسيسيلين. هلا بلشت تظهر مقاومه عليهم، فصاروا نتحول للاموكسيسيلين من الكلاريترومايسين للميترونيدازول، والمرضى المتحسسين للاموكسيسيلين بتدخلهم الميترونيدازول. هي البروتوكولات العلاجيه ممكن تلاقوها لمعالجه الهيليكوبكتر بايلوري، وهي الاختصارات تبع كل واحد من الاسماء الاجنبيه المذكوره. قرحات الانسيت هي ما فيها هيليكوبكتر، فشلون نعالجها؟ يجب ايقاف تناول الانسيت، واذا ما كان ممكن ايقافه ممكن نعطي وقاية بإعطاء ركبات بي بي اي زائد انسيت، وناخذ الانسيت بجرعات الدنيا اللي بتسيطر على الاعراض وتخفف التاثيرات الجانبيه، وطبعا بالتاكيد عدم اشراك نوعين او ثلاثه من مضادات الاختيار غير السيروتين، مثل ما نشوف بعض الوصفات عاطينه ابر وعاطينه تحاميل وعاطينه حبوب، كل واحده باسم وكل واحده ماركه، تاثيرات جانبيه ستزداد كثيرا كثيرا، والتاثير المقرح سيزداد بشده، وليس هناك اي فائده من هذه المشاركه لا بالتسكين ولا بخفض الحراره ولا باليه مضاده الالتهاب تبعها. عم نعيد لكم اياها لانه بنشوفها كثير بوصفات زملائكم اللي تخرجوا، رغم انه بنعدهم اياها ومفتقها بنعيدها ومفتقها، ابر زائد حبوب زائد تحمل. طيب مضادات الحموضة آليتها ممكن تثبط البيبسين ارتباط الصفراء بس بدها جرعات عالية، لذلك تذكروا قلنا انه كان هيدروكسيد المغنيسيوم والالومنيوم كانوا يجيبوا يعني تقريبا المريض يستعمل له 10 انامي باليوم تبع لحتى يستفيد من الوقاية وتلمين القرحة، إضافة إلى تأثير أنجيوجينيزيس مولد للأوعية، فبزيد التوعية وبزيد من ترميم مكان القرحة. مستقبلات الاتش 2 في عندهم الزمر الدوائر سيميتيدين، فامتيدين، رانيتيدين، ميزاتيدين. سيميتيدين تاثيراته الجانبيه كثير كبيره تقريبا مع المستعمل. له تداخلات دوائيه مع كثير من الادويه. رانيتيدين زي ما بنعمله جرعه ثنائيه يوميا، مع ملاحظه انه من كم شهر يعني منتصف سنه 2019 بدات تظهر بعض التقارير تقول انه الرانيتيدين بجميع اشكاله الصيدلانيه يحتوي على شوائب مسرطنه، وبالتالي حاليا يجب تجنب وصفه للمرضى كل المستحضرات اللي تحتوي على الرانيتيدين.
يمكن تشتغل قرحة بالمضادات المستقبلات HU ممكن، وإنما المعالجة بدأت تطور الشكل، في حين أن البروتوكولات العلاجية اللي هي لمعالجة الهيليكوباكتر بايلوري ما في بي آي هي من 10 إلى 14 يوم فقط. مستضيفات بضغط البروتون بسمها كلها الكوميترازول واللانجوترازول واللانجوترازول كلهم متعادلين من حيث التأثير المستضيف للكمودة، ما في واحد أفضل من الآخر. هي هون مستضيفات بضغط البروتون تأدي مثل ما قلنا يكون لشفاء القرحات العفشية بأربع أسابيع وعلاج القرحات المعدية خشية أن يكون فيها آثار تسرطن، نمد العملية المعالجة لمدة 8 أسابيع وتتطلب إعادة التنظيم والتأكد من عدم وجود خلايا مشبوهة في القرحة المعدية، في حين أن القرحة العفشية ما فيها ضرورة إطلاقا. المعالجة الجراحية أصبحت كثير محدودة، شبه ما في إلى دور مع مصدفات مضخة البروتون، وهي الاستطبابات تبع الجراحة لمعالجة القرحة الهرمونية وأنماط الجراحة. هي عملية صورة ترسيمية لعملية هيدروسوان، يعني هي توصل للغار قسم كبير من الجسم ونوصل للأروية المعوية. هون نسميها هيدروسكوبي، العروة الواردة والعروة الصادرة، وإنها إذا كان انترق قسم من الغار عن هدول المرضى بتتحرك باحتمال حدوث القرحات عندهم، لذلك الجراح بيكون دقيق وقت يعمل هيدروسكوب ما يخلي ولا قسم من الغار لحتى ما تصير قرحات هضمية عندهم. وشكرا لكم، نكون خلصنا درسنا لليوم. أنا